تاني بقول لكل كاتب بيتفرغ فقط ويحاول أن يصعد على أكتاف الهجوم على مصر والدولة المصرية وجيش مصر وقيادة مصر، يعني عيب، لأنه مصر مش دولة صغيرة وليست دولة يعني تبحث عن تصدير تاريخ، تاريخ مفتوح والتاريخ مكتوب والتاريخ لمن يقرأ. فكل عبد الباري عطوان وعبد الباري عطوان بنقول إنه كلماتكم وأقوالكم المفروض يعني تكون متمشية مع الأدب السياسي. لما ينفعش يتقال إن مصر مندوب سامي لأمريكا في المنطقة. يعني أنا بقول له من أنت؟ أنت مين؟ كينونتك إيه؟ يعني عبد الباري عطوان أنت مين؟ علشان تتكلم على دولة بحجم مصر ودور بحجم الدور المصري ورئيس بحجم الرئيس المصري. ده على فكرة سواء رضيت أو لم ترضى. مصر على فكرة مش محل بقالة، مش دكانة، مصر مش سوبر ماركت، مصر دولة عريقة علمت المنطقة، مش المنطقة بس، وعلمت العالم، مش بنبالغ، قبل أمريكا ما تبقى دولة إحنا كنا عندنا برلمانات وعندنا 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 كتير. إحنا مش بنتغنى بالماضي على الفاضي، إحنا بنتغنى بالماضي الحقيقي من أجل إن إحنا نفهم الناس إحنا كنا إيه، وعلشان نفهم مجتمعنا إحنا كنا إيه برضو، علشان نقدر ننطلق لقدام. أنا تاني بقول باختصار شديد وفي نهاية حلقة في هذا الأسبوع، الزيارة ناجحة للغاية. الزيارة بتبعها مجهود خطير وخرافي زي ما قال الأستاذ عماد الدين أديب. إحنا علينا نترجم كل هذه الفرص، وتحولت التحديات إلى فرص، نستخدم ونستغل الفرص ونضعها في موضعها المطلوب والوضع السليم، سواء تجاريا، اقتصاديا، تصديريا، سياسيا. احنا علينا شغل، علينا واجبات كتيرة جدا. الاصوات النشاز اللي بتصطاد في الماء العاكر زي عبد الباري عطوان تاني بقول احنا مش هنسمع خلاص، لان احنا زهقنا من الناس دي. الناس دي مراهاش غير كلام. كل حاجة مصر بتعملها حلوة بيجدوا فيها مشكلة. كل حرب اكتوبر كانوا بيهاجموها، الوحدة مع سوريا بيهاجموها، أي تحرك مصر تجاه عملية السلام كان بيحاربوه، وفي النهاية يتباكوا كالنساء على ما لم يحافظوا عليه كالرجال.